إرشادات التسجيل للوصول إلى منطقة احتفالات إعمار بالسنة الجديدة. بينما نستعد لاستقبال عام 2022، صحتك وسلامتك تأتي في مقدمة أولوياتنا. سواء أكنت تزور وسط دبي للمشاركة في الاحتفالات العامة برأس السنة، أو للاحتفال مع الأصدقاء والعائلة في فندقك أو مطعمك المفضل، أو في دبي أوبرا، لقد صممنا رحلة سلسة لضيوفنا تمكنهم من التسجيل في خطوات بسيطة تضمن لك أفضل تجربة ممتعة في احتفالاتنا بالعام الجديد. نزل تطبيق يو من إعمار على هاتفك المحمول، سجل وابدأ رحلتك في ضيافتنا. تصفح دليلنا للإطلاع على المعلومات والخرائط والقواعد واللوائح المفيدة ومشاهدة الفيديوهات الإرشادية. اختر واحدة من فئات الضيوف الخمس لدينا للوصول إلى منطقة الاحتفالات العمومية. يمكنك تسجيل نفسك وضيف واحد أو أكثر برفقتك. أدخل اسمك وأسماء ضيوفك، اختر وثيقة الهوية الخاصة بك، واستخدم ميزة المسح الضوئي لتحميل صورتها على التطبيق. كرر العملية لكل ضيف. بمجرد أن نتحقق من مستنداتك، سيتم إرسال رمز الاستجابة السريعة الفردي إليك وإلى كل ضيف من ضيوفك. سيكون رمز الاستجابة السريعة هذا مفتاح وصولك إلى منطقة الاحتفالات في 31 ديسمبر. لضيوف دبي أوبرا، تحقق من تفاصيل الحجز وأدخل بياناتك وبيانات ضيوفك. بمجرد التأكد من حجزك، سيتم إرسال رمز الاستجابة السريعة إليك لمشاركته مع الضيوف المرافقين لك. يمكنك أيضاً إلغاء الحجز من خلال التطبيق. لنزلاء فنادق إعمار في منطقة البوليفارد، تحقق من صحة حجزك الفندقي عن طريق تحديد اسم الفندق وإدخال اسمك ورقم الحجز وعدد الضيوف. بمجرد التحقق من حجزك، سيتم إرسال رمز الاستجابة السريعة إليك لمشاركته مع الضيوف المرافقين لك. لسكان عقارات إعمار بوسط مدينة دبي، اختر موقع الدخول وتقدم بطلب الحصول على تصريح للوصول إلى مناطق إقامتك ومنطقة مشاهدة الألعاب النارية. اختر الوصول إلى عرض الألعاب النارية إذا كنت أحد سكان البوليفارد وترغب في الوصول إلى مناطق عرض الألعاب النارية. أو يمكنك اختيار تصريح الدخول الخاص بسكان إعمار للوصول إلى مكان إقامتك في وسط دبي. أدخل بياناتك وبيانات ضيوفك للتحقق من طلبك للدخول. حدد مبنى إقامتك وأدخل بيانات الاتصال الخاصة بك. أدخل بيانات ضيوفك لغاية 25 ضيفاً. بمجرد التحقق من بياناتك، سيتم إرسال رمز الاستجابة السريعة إليك لمشاركته مع ضيوفك. لحجوزات المطاعم، قم بإجراء حجز جديد في أحد مطاعم دبي مول أو سوق البحار أو منطقة البوليفارد. اختر مطعماً من القائمة، تحقق من التفاصيل واختر باقتك. أدخل اسمك وعدد الضيوف المرافقين. بمجرد تأكيد حجزك، سوف تتلقى تأكيداً والرقم المرجعي للحجز. ستتلقى أيضاً رمز الاستجابة السريع الخاص لمشاركته مع ضيوفك. إذا كان لديك حجز مسبق في مطعم في أحد فنادق إعمار بمنطقة البوليفارد، اختر مطعمك وأدخل اسمك ورقم هاتفك المحمول. بمجرد التحقق من حجزك، سيتم إرسال رمز الاستجابة السريعة إليك لمشاركته مع ضيوفك. تذكر أن الدفع والمعاملات الأخرى تتم فقط عن طريق الاتصال بالمطعم مباشرة. تطبيق يو من إعمار هو محطتك الشاملة لرحلة سلسة ومنظمة. نزل التطبيق الآن لتبدأ تجربة لا مثيل لها وتعيش ليلة من العمر. كل عام وأنتم بخير.